مع ارتفاع غبار المعارك في عمق الغوطة الشرقية ومحيط دوما بريف دمشق، بدأت البيئة الداخلية للمسلحين في مناطق الغوطة بالتفكك، حيث أمن الجيش السوري خروج 68 عائلة من المدنيين من مدينة دوما وصقبة وحوش الظواهرة عبر مخيم الوافدين، ومن ثم تم نقلهم إلى المجمع التربوي في قدسية والذي يشرف عليه الفريق المدني الوطني التطوعي، لتقدم لهم فيه مختلف أنواع الرعاية والدعم ومحاضرات التوعية. المصالحات الوطنية هي ضرورة إيمانية وهي مطلب وطني، هي ضرورة إيمانية لأن الله عز وجل هو الذي يعني أمرنا، قال فأصلحوا بين أخويكم، وقال الصلح خير. عشنا معهم الحالة اللي هن كانوا فيها وحاولنا نقدم لهم الدعم النفسي والتأهيل اللي إنه نقدر نساعدهم فيها، بالإضافة للمواد الغذائية وللأطعام والشراب والألبسة، وطبعا بالإضافة لكان دكتور مشرف على حالتهم، وبالنسبة للأدوية الخاصة المزمنة لبعض المسنين. أسباب كثيرة أدت لخروج الأهالي مما أسموه الجحيم في الغوطة الشرقية بعد الظلم وسياسة التجويع التي فرضها مسلحو زهران علوش، فعلى وجوه الأطفال تظهر ملامح التعب، أما النساء والشيوخ فما زالت تحتفظ وجوههم بتفاصيل الجوع، بينما قدمت لهم الدولة السورية كل متطلبات الحياة وتوفير الغذاء واللباس للأطفال الرضع الذين يحظون بأفضلية الاهتمام. الاعتقالات العشوائية داخل السجون السرية لهم، التعذيب، الذبح العلني أمام المساجد، هذا ما أوصلنا إلى أن نخرج من الغطاء. اطلعنا مثل اللي طالع من الجحيم إلى النعيم، رجعنا لوطننا وأحبائنا. فيما عزت مصادر أهلية إلى أن فقدان الأمن والأمان داخل تلك المناطق والتسهيلات التي تقدمها الدولة السورية شجعت الكثير من الأهالي على الخروج من عمق الغوطة الشرقية. بالتزامن مع استمرار عمليات الجيش السوري في عمق الغوطة الشرقية، تؤمن الدولة السورية خروجا آمنا لتلك العوائل من داخل عمق الغوطة الشرقية ومناطق دوما. حسام زيدان، العالم، دمشق. كانوا فيها وحاولنا نقدم لهم الدعم النفسي والتأهيل اللي إنه نقدر نساعدهم فيها، بالإضافة للمواد الغذائية وللأطعام والشراب والألبسة، وطبعا بالإضافة لكان دكتور مشرف على حالتهم، وبالنسبة للأدوية الخاصة المزمنة لبعض المسنين. أسباب كثيرة أدت لخروج الأهالي مما أسموه الجحيم في الغوطة الشرقية بعد الظلم وسياسة التجويع التي فرضها مسلحو زهران علوش، فعلى وجوه الأطفال تظهر ملامح التعب، أما النساء والشيوخ فما زالت تحتفظ وجوههم بتفاصيل الجوع، بينما قدمت لهم الدولة السورية كل متطلبات الحياة وتوفير الغذاء واللباس للأطفال الرضع الذين يحظون بأفضلية الاهتمام. الاعتقالات العشوائية داخل السجون السرية لهم، التعذيب، الذبح العلني أمام المساجد، هذا ما أوصلنا إلى أن نخرج من الغطاء. اطلعنا مثل اللي طالع من الجحيم إلى النعيم، رجعنا لوطننا وأحبائنا. فيما عزت مصادر أهلية إلى أن فقدان الأمن والأمان داخل تلك المناطق والتسهيلات التي تقدمها الدولة السورية شجعت الكثير من الأهالي على الخروج من عمق الغوطة الشرقية. بالتزامن مع استمرار عمليات الجيش السوري في عمق الغوطة الشرقية، تؤمن الدولة السورية خروجا آمنا لتلك العوائل من داخل عمق الغوطة الشرقية ومناطق دوما. حسام زيدان.